احتفلت كنيسة القديس مارشربل للموارنة في عمان برسامة 6 من أبناء الرعية ومنحهم رتبة الشدياق، وذلك بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة للموارنة التي تنتمي إليها النيابة البطريركية العامة في الأردن، بحضور الأب سامر زقتون كاهن الرعية وعدد من الآباء الكهنة وأهالي المرتسمين وجموع من أبناء الرعية. إليك نضرع على عطر هذا البخور لتؤهلنا فنقدم إلى خدمة هيكلك المقدس عبيدك هؤلاء القائمين هنا منتظرين مواهبك الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. وفي مراسم القداس الإلهي رفعت الذبيحة على نية كل من تم منحهم الرتبة: بشار النبر، إلياس العبودي، حنا الصفدي، سنان سلامة، عبدالله ققيش، وشرب المعوشي، الذين كرسوا أنفسهم لخدمة الكنيسة وتعاليم المسيح. نقدم إلى قداستك يا أبانا الطاهر مرموس المنتخب من الله هؤلاء محبي الله: سنان، شربل، الياس، بشارة، حنا، وعبد الله، الواقفين هنا ليتقبلوا منك وضع اليد الإلهية وترقيهم من درجة المرتلين إلى درجة القارئ على مذبح كنيسة مار شربل في مدينة عمان المباركة، وهم خاضعون لسيادتك يا أبانا، ونحن نتوسل إلى الله من أجلهم هاتفين ثلاث مرات. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادة المطران الحاج موجها كلامه للمرتسمين قال فيها: سعيد جدا بكم وبمثابرتكم الدؤوبة لخدمة الكنيسة، وسعيد أيضا بقدومكم وبعضكم من الكنائس الشقيقة لترتسموا ها هنا، فأود أن أقول لكم أن القديس مار شربل هو من جمعنا هنا. نحن اليوم ربنا نعم علينا بشفاعة مار شربل وجميع القديسين أن نكون بقلب رعيتنا في ستة عم بتقدموا ويستعدوا لخدمة الرب بحسب ما نحن سمعنا. من هيك أنا بدي أقدم تهانية باسمكم جميعا، باسم الكهنة واسم الحاضرين، للإخوة الستة ولعيالهم، وإن شاء الله هالخطوات الأولى تكون خطوة على باب على طريق الشماسية أو الكهنوت للي بده ويلي يعني في الشروط المطلوبة لهذه الرتب. وبهني الرعية وبشكل خاص أبونا نبيه يلي غايب عنا، أبونا سامر اللي اهتم، ونشكر المونسنيور أبي نصر إجا مبارح لحتى يكون معكم ويحضركم لهذه السيامة. انتو هون طلبتوا وصليتوا وربنا بعث لكم مش واحد واثنين، اسم الله ستة، الله يقدسكم وإن شاء الله رتبة مباركة وربنا يزيدنا كلنا نعم لحتى نعيش مع بعضنا البعض إخوة بقلب هالكنيسة يلي هي أمنا ويلي بحاجة لإلنا كلنا سوا. آمين. وبعد رفع الذبيحة الإلهية وتقديسها وبمراسم الطقس الماروني، منح سيادته الرسامة للأبناء الستة مبتدئا برتبة القارئ ومنحهم كتاب المزامير المقدسة، ومن ثم رتبة المرتل وصولا لرتبة الشدياق التي تم ارتداء الثوب الإكليريكي الأسود وارتداء الحلة البيضاء ومنحهم الكتاب المقدس ليكون لهم دستور طوال حياتهم. نتوسل إليك الآن أيها الرب الإله أن تفيد نعمتك على عبيدك، امنحهم أن يعملوا قدامك بالبر مع الذين أحبوا اسمك، صن حياتهم من دنس الإثم والخطيئة واجتذبهم إليك فيتبعوك ويعملوا بمشيئتك ويتأملوا بوصياك، قدرهم على أن يدوسوا الحياة والعقارب فلا تؤذيهم لأجل اسمك القدوس الذي استدعيناه عليهم اليوم، أشبع نفوسهم من تعليمك الإلهي فيتتلمذوا ويستنيروا في تعليم البيعة المقدسة ويؤهلوا بنعمتك للدرجة السامية التي يقبلوها منك، لأنك إله رحيم رؤوف وتريد أن يتوب إليك جميع الناس. هاليلويا.
إلى القراءة للتمجيد الله ولبنيان البيعة المقدسة وجميع بنيها باسم الآب والابن والروح القدوس. يسوع من أعطانا أحضارا وكهانا كي يصون الإيمان المذبح والقربان. وفي ختام القداس الاحتفالي تقبل سيادة المطران مع الكهنة والمرتسمين الجدد التهاني من أبناء الرعية وسط أجواء من المحبة والفخر والفرح. يشار أن رتبة الشدياق تخول صاحبها خدمة الأسرار المقدسة بمعونة الكاهن، وتأتي هذه الرتبة بعد نيله رتبتي القارئ والمرتب.